السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعينا على اليوتيوب، استرجعوا معي وقولوا إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصائبنا واخلف لنا خيرا منها. ودعت مصر والمصريون يوم الجمعة عددا من أبطال القوات المسلحة شهداء الحادث الإرهابي الخسيس الذي استهدف مدرعة عسكرية بعبوة ناسفة في مدينة بئر العبد بشمال سيناء في سادس أيام شهر رمضان المبارك الحالي، فقتلت عددا من أبنائنا كان لهم بطولات وتضحيات. أولهم الملازم عبد الحميد إمام، عبد الحميد صبحي إمام، الذي أخفى حقيقة خدمته في سيناء على والديه حتى لا يجلب عليهما القلق، مرورا بالمجند محمد الجهري الذي لم يحصل سوى على أجازة واحدة طوال 8 أشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية 169 من سورة آل عمران، وأعقبها الله سبحانه وتعالى بقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 170 من سورة آل عمران. ولكن يا ترى نزلت الآية دي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما مناسبة نزولها؟ قد جاء في السنة النبوية عن سبب نزول هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام عن شهداء أحد: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم فقالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لألا يزهدوا في الجهاد ويتكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وللشهداء أنواع عند الله، أفضلهم أعلاهم درجة من استشهد في سبيل الله تعالى وفي سبيل أرضه، وكذلك من قتل دون نفسه أو عرضه أو ماله. ومن ضمن الشهداء أيضا المطبون والحريق والغريق وصاحب الهدم اللي البيت بيتهدم، والمرأة التي تموت وهي حامل، ومن قتل دون مظلمته، ومن صرع عن دبته، يعني اللي يقع على مؤاخذة من الحصان بتاعه. وللشهادة أجر وفضل كبير، يدل على ذلك تمني النبي عليه السلام القتل في سبيل الله أكثر من مرة. ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحمله عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. والشهداء ليسوا أمواتا بل هم أحياء يتنعمون بفضل الله سبحانه وتعالى ويرزقون. أما الفضائل التي ينالها الشهيد عند موته، في الحديث الذي رواه المقدام ابن معدي كرب في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون للشهادة في سبيل الله.
هنقول باختصار شديد حكايات بعض الشهداء اللي تستاهل مجلدات. الشهيد الملازم عبد الحميد إمام، والدته اتكلمت عنه، قالت أنا اتجوزت ولم أنجب إلا بعد 10 سنوات، ده وحيدي وحبيبي ونور عيني. طلب يدخل الكلية الحربية مع إنه وحيد، وقال لي إنه شهيد يا ماما وهستشهد وأنا اللي عليا الدور، بس ما كنتش عارفة إن الدور جاي بسرعة كده. أنا فرحانة إن ابني مات شهيد وبيدافع عن مصر وناسه وأهله وحبايبه. وتابعت باكية، لو يرضوا ياخدوني أنا هروح، والحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل في الإرهابيين. وأكدت إنها لم تكن تعلم أنه موجود في سيناء، حيث أبلغها أنه يعمل بالإسماعيلية خشية عليها من القلق. الشهيد أحمد حامي رديف في الجنة، كان بقيله 3 أشهر على إنهاء الخدمة العسكرية، وذلك قبل استشهاد أحمد حامد محمد عبد النبي في الحادث الإرهابي من مدينة بئر العبد بشمال سيناء. ويقول أهالي قريته كوم أشو بمركز كفر الدوار بالبحيرة أنه كان يتجهز لإتمام زفافه فور الانتهاء من أداء واجبه الوطني. شهيد مثل أخيه، يقول أهالي القرية إن شهيدهم في الحادث الغادر كان شقيقا ل9 شباب وفتاة واحدة، ووالده كان يعمل بالإذاعة وحاصل على مؤهل متوسط، وأن له شقيق يدعى محمود استشهد قبل 2 عامين عقب عودته من وحدته ومعه شهادة إتمام الخدمة العسكرية. وأثناء تشييع جنازة حامد ندد أهالي القرية بالإرهاب وطالبوا بالقصاص للشهداء والقضاء على عناصر التكفيرية. الشهيد علاء سمير. علاء عماد سمير أحد شهداء الحادث الإرهابي في بئر العبد، شهيد من صلب شهيد، فهو حفيد نسيم شفيق ميخائيل أحد شهداء حرب أكتوبر عام 1973، والذي استشهد في الإسماعيلية أثناء الحرب المجيدة. وكان نبيل يصل رحمه، هكذا وصفه أهالي قريته بالمنيا، قائلين أنه كان يقدم المساعدات للجميع، كما كان مواظبا على الذهاب للكنيسة إذ كان عضوا في أسرة الأنبا بيشوي كامل لخدمة الشباب في الكنيسة. وتم تشييع جثمانه بمحافظة المنيا، وكان عمره 21 عام، وهو الابن الأكبر لوالديه وشقيقه، لا يزال طالبا بكلية الزراعة جامعة المنيا. واختلط دم عبد الحميد بدم أحمد بدم علاء بدم أبا نوب. هكذا نحن في مصر فداء لتراب وطننا، لا فرق بين مسلم ومسيحي. الشهيد أبا نوب بولس. الشهيد أبا نوب بولس كان قبل ذهابه إلى سيناء أرض الفيروز وبالتحديد في مدينة بئر العبد، كان شماسا في خدمة كنيسة الشهيد الأنبا جالينيكوس، والذي قال عنه أنا اليوم فقدت روحي وسندي. ويقول عبد التواب بولس والد الشهيد إن ابنه أبا نوب كان يعلمه الصحة من الخطأ، ويضيف قبل عودته إلى الكنيسة جلس معي طويلا وكأنه يودعني، وكانت عيناه تقول شيئا لكنه لم يخبرني، وسافر في اليوم السابق للحادث. ولم تتمالك أم الشهيد دموعها، بل راحت تردد هاتولي أبا نوب هاتولي أبا نوب، وتقول لم ينطق بكلمة سيئة طوال حياتي، مشيرة إلى رسامته شماسة منذ نحو 10 سنوات. أما الشهيد محمد الجهري فقد قضى أجازته في الجنة. التحق الشهيد محمد عبد العزيز الجهري بالخدمة العسكرية منذ 8 شهور فقط، ولم يحصل طوال تلك المدة سوى على أجازة واحدة كما يقول والده. آخر مرة قابلت ابني كانت من 3 شهور، لكنه كان على اتصال دائم بأسرتي عبر الهاتف، وبيقول أنا فخور بابني وبطالب بالطار لدمه ودم باقي الشهداء. يقول والد الشهيد ابن عزبة قنديل التابعة لمركز قمحة مدى البحيرة،
قال لهم انا اخر اتصال بينا كان قبل الحادث بساعات، اتصل عشان يطمن عليا وعلى والدته وكأنه كان بيودعنا. ودخلت والدة الشهيد في نوبة بكاء هستيرية فور عودتها من المقابر وبعد دفن جثمان ابنها الشهيد في مقابر العائلة، وهي بتقول خلاص يا محمد مش هنشوفك تاني يا محمد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم ارحمهم جميعا. الشهيد محمود عادل كان دايما يقول نفسي أخدم في سيناء، هكذا تمنى الشهيد محمود عادل مسعود عندما كان يتجهز للالتحاق بالخدمة العسكرية، وكافأه القدر بالخدمة في مدينة بئر العبد بأرض الفيروز، لكن يد الغدر لم تمهله لإتمام مدته، واستشهد مع زملائه في حادث انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية. الشهيد محمود عادل عمره 22 سنة، ابن قرية الحكمنة التابعة لمركز بني سويف، حاصل على دبلوم من مدرسة الصناعات الميكانيكية، ووالده يعمل موظف بمديرية الصحة، ووالدته ربة منزل، وله 3 أشقاء وهو أكبر إخوته. عقب حصوله على الدبلوم عمل في عدد من مطاعم بني سويف، وكان آخرها مطعم بكار للفطير، وأحب مهنته ونجح فيها. وكان عندما يحصل على أجازة من الخدمة يذهب إلى عمله في المطعم ليساعد نفسه وأسرته. كانت آخر أجازة للشهيد يوم الأربعاء الماضي، وقال لأصدقائه من القرية أنه لأول مرة سيفطر ويتسحر بعيدا عن أسرته. يقول عادل محمود مسعود أبو الشهيد: لو طلبونا كلنا للشهادة لنتأخر، كلنا فداء لمصر. ويقول أنه تلقى آخر مكالمة من ابنه قبل الحادث ب 24 ساعة، حيث أخبره أنه بخير ويقضي أياما رائعة خلال شهر رمضان مع زملائه. الشهيد محمد حسني بطل نجع الشريفات، وقد شيعه آلاف الأهالي من قرية إدفة بمركز سوهاج، وتوجهت أم الشهيد أثناء مراسم الدفن إلى الله عز وجل بأن ينتقم ممن حرموها من ابنها، وطالبت بالقضاء عليهم، بينما سندها أقاربها قائلين أنه شهيد ويجب أن تفرح لابنها لما فيه من نعيم في جنة الشهداء. الشهيد شحاتة أبو يزيد من قرية الدبيبة التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، كانت جنازته مهيبة. يقول أخيه: الله يرحم شقيقي وكلنا فداء لمصر. فهو يعمل منذ تخرجه من معهد ضباط الصف بشمال سيناء والإسماعيلية، وكنا كل من يسأله عن الوضع في سيناء يقول كله تمام وتحت السيطرة. الشهيد شحاتة أبو يزيد عنده 38 سنة، متزوج ولديه طفلان وأربع أشقاء، ويقول شقوقه: علمنا بخبر وفاته من مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر أجازة له كانت يوم 21 إبريل، وآخر مكالمة كانت الساعة 12 الظهر لإطمئنان عليه وعلى أولاده. الشهيد محمد عوض من أهالي قرية الونيسة التابعة لمركز أطسا بالفيوم، كانت له جنازة مهيبة. عندما وصل جثمانه ملفوفا بعلم مصر ولكم وردد المشيعون لا إله إلا الله الشهيد وحبيب الله، وكان آخر ما كتبه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأصر والد الشهيد أن يحمل جثمان نجله حتى المقابر، ورغم الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا شيع الألاف من أهالي أخميم جثمان الشهيد وشهرته أحمد الكملي وهو خريج جامعة الأزهر، وسط تكبيرات المشيعين وهتافاتهم المنددة بالإرهاب والمطالبة بالقصاص بجميع الشهداء. وقال أصدقاء الشهيد إنه كان شايل البيت لوحده وأبوه صاحب عيا ومرض، رحمه الله. الشهيد أحمد علي كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قبل استشهاده في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية في مدينة بئر العبد:
كما تم تشييع. سيشهد التاريخ أني قد ولدت رجلا وعشت أحد محاربا العاب وسأموت بطلا بكف الشيء، وحقق له الله أمنيته واستقبلت محافظة سوهاج وعثمان الشهيد أحمد علي ابن مركز أخميم على متن طائرة عسكرية ملفوفا بعلم مصر، وأقيمت له مراسم جنازة عسكرية فور وصوله إلى أرض المطار. وبدأت مراسم الجنازة بحمل جثمان الشهيد لمعرفة جنود الشرطة العسكرية، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد. وقدم الحضور من قيادات المحافظة واجب العزاء لأسرته، ثم دفن في مسقط رأسه في أخيه. اللهم ارحمه رحمة. الشهيد محمد عوض حواس، خريج كلية الهندسة عام 2019. تم تشييع جثمان الشهيد محمد عوض حواس بالفيوم إلى مسقط رأسه، ونعاه كل من عرفه، وكانت جنازته تكتظ بالآلاف من الناس هو وكل زملائه.